والآن متابعة أهم أخبار الطقس والأحوال الجوية. إلى رجاء تفضل. شكرا نهى، شكرا لها مشاهدينا. توقعات خبراء الأرصاد الجوية نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، جنوب البلاد، مائل للحرارة، رطب ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 26، الإسكندرية 32، 24، مطروح 31، 23، بورسعيد 33، 25، الإسماعيلية 36، 25. أما محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 24، العريش 34، 24، طابة 36، 25، شرم الشيخ 40، 29، الغردقة 39، 29. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 28، أسوان 44، 26، الوادي الجديد 44، 26، شلاتين 39، 29. أما حلايب العظمى فيها 36 والصغرى فيها 30. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع